معنا الليلة نادي العقورة. بطرس وهبي اهلا اهلا وسهلا فيك. فيك. ليش بس يفكروا بالعقورة بفكروا بالقبضيات؟ اسمح لي برهن لك عن العقورة مع القبضيات، بيجيك الجواب إذا بتسمح مع مزاياها. العقورة قديمة كتير بقدم جبايل، بعد لا تزال اليوم مقابر ملوك جبايل محفورة بلحف جبالها. العقورة مشهورة بثلاث أشياء: الذكاء والكرم والرجولة. مع قبضياتها مشهورة أيضا بالعفو عند المعذرة. إذا كان بتريد تسمح لي، أفيش جامعة طب بالعالم أو بوليتكنيك أو حقوق أو محاماة إلا ما فيها عقوري. حتى البوليتكنيك كان فيها الأول عقوري وعزمه لياسر كيس الله يرحمه على العشاء وقال له بتمثل الدماغ اللبناني. مش بس قبضيات، بنعتبرهم مثقفين كمان. بشكرك، أنا حبيت أوضح لك عن الكل. أول مباراة بعهد السلطان عبد الحميد ربحها عقوري هو عماد العقوري بضربة السعيد. أول ميليشيا للدفاع عن حقوق لبنان أسسها العالم المشهور نصر الله شلق العقوري اللي كان بروما سنة 1622. ترك جميع المناصب اللي معروض عليه من ملوك فرنسا، من ملك فرنسا، وأسس ميليشيا للدفاع عن الأمير فخر الدين وانضم له، وكتب كل رزقه وأملاكه لمدرسة الموارني اللي أعطت البطاركي والعلماء بروما. العقوري صبور أبضايم جالد لأن كرامته غالية كتير بجميع المشاكل، من عدل يعني كرامته فوق الحد، لأجل ذلك بتلاقيه بيضحي بكل دماته بحياته، بيعتبروا أبضاي بس تنمس أي نتفة من كرامته. شكراً بطرس وهبي. وش رأيك شوف رقصة مع مجوز ومهباش؟ ليش لا، كتير حلو. إذن مع شفيق أبي يونس وبطرس عماد ومريم هنا. Thank you.
صخر مهنا، انت الليله معنا ممثل النادي، اهلا وسهلا فيك كمان مره بنادي النوادي. اهلا فيك. فيك توعدنا انه الليله رح تكونوا ابضيات بتقديم فنون بنادي النوادي؟ ما فينا نعمل الا هيك، لانه جدودنا علمونا على التراث ونحن بدنا نعلم الجيل اللي بعد منا، وبدنا نتابع المسيره، والحكي مش مثل الشوف. اذا نحن على الوعد، ومنبتدئ مع ابو الزلوف ولبيب جرمانوس. مجد العقورة انسحار أبجر وخيال، داصر فيها القدر يفزع البشر هالكون وجبال، وبيضل فيها القمر سهران ليلي، بيضل فيها القمر
لو من حناك النحل ما تبلى جنا لو من حناك وبعدنا بالعقورة ورئيس النادي بطرس نصر الله أهلا وسهلا فيك. شو أهم النشاطات اللي بقوم فيها النادي على صعيد الضيعة؟ النادي تأسس سنة 1970 نادي ثقافي رياضي اجتماعي نشاطاته بالحقول الثلاثة على الصعيد الاجتماعي قام بعدة نشاطات لتوثيق الألفة بالبلد وجمع الصفوف بضم بحدود 800 عنصر بين المقيم ومغترب. على الصعيد الثقافي قام بعدة ندوات بعدة مسرحيات. على الصعيد الرياضي في عنده حق الرماية للصحون اسمه حق موريس بايك تابيت اللي هو أشرف عليه وموله. ونادينا عضو في تجمع أندية بلاد جبال، عضو أساسي ويشترك في أغلبية المهرجانات بفريق فيه. عندكم اجتماعات شهرية يومية جمعية كيف؟ اجتماعات أصلاً أسبوعية واجتماعات طارئة إذا دعت الحاجة لأي مشروع طارئ بده يبحث بتكون طارئة. طيب على صعيد النادي بالعيد شو بتعملوا بالضيعة؟ بتعملوا هريسة على الكنيسة، بتدقوا جراس، بتدبكوا، شو بتعملوا؟ بالواقع ما منعمل شيء جديد بالنسبة لنا، منمارس بكل عفوية وبكل بساطة اللي مارسوه جدودنا وتنقلنا وتورسنا عنهم. بالعياد في عنا دق الجرس، عنا الهريسي، عنا أيام المحدلي، عنا المخل، عنا المباراة الغنانية مثل ما رح تسمع هلأ أنطوان مالك وماري مالك، عنا يعني شتى فنون التراث محافظين عليها ومارسينا ومتابعينا. إذن نحن مع أطوان مالك وماري مالك. حبك بقلبي بيكبر فوق المعقول وإنت بغيري يا أسمر قلبك مشغول سهر وحدي ليلي بين العاشقين وشمت العالم في قلبك مع مين
صار لك عن تلف علي شي خمس سنين حترت الامي واللي والبي شو بدي اقول حبك بقلبي بيكبر فوق المعقول وانت بغيري يا اسمر قلبك مشغول قول الام بتستنى وتطف النار اغلى منك ما عنا بين الازهار بدنا نروق ونتأنى ونعمر دار تب فرحتنا نتهنى والهل وهم يزول بقلبي بيكبر فوق المعقول وانت بغيري يا اسمر قلبك مشغول وانت بغيري يا اسمر قلبك مشغول وانت بغيري يا اسمر قلبك مشغول بين الشبان العنا عيونك حب بيت بهزر في اللي جننا بردد يا ريت كيف رح نقدر نتهنى ونعمر بيت والدولار بموطنا ما خلى عقوله انت بغير قلبك مشغول انت بغيري يا اسمر قلبك مشغول انت بغيري يا اسمر قلبك مشغول من عرقات العشبيني وزنود السمر بعمر لك احلام ديني عكتاف العمر ما زالك بتحبيني لا يهمك امر جوا بقلب شراييني بفتح منزول يا اسمر قلبك مشغول وانت بغيري يا اسمر قلبك مشغول وحبك بقلبي بيكبر فوق المعقول وانت بغيري يا اسمر قلبك مشغول يلي اسمك عشفافي وصدري محتل مأمل لك مطرح دافي بصدري ضل كلمي منك لا تخافي يا ست الكل بترقص فوق كتافي الشال المغزول يا اسمر قلبك مشغول نسمي بشالك مجنون وشعرك محتج ويلي بليل المسكون كوكب بوجه كلك رقة وليون وحلو بالوجه منه غاروا يا عيوني راس المعمول انت بغيري يا اسمر قلبك مشغول
بعدنا بجولة عيد والليلة العقورة بنادي النوادي علمتنا على عيد. كيف رح بكون العيد؟ العيد بالعقورة مثل ما ذكرت لك في أكثر من مرحلة، في الغنى، في الرقص، في قيمة الجرن، في الهريسي، في العزيمة، ولكن في شيء مميز بالعرس هو الدبكة. الدبكة اللي لها مفهوم خاص عنا، اللي هي طلة صدر ودعسة رجال وفتلة محرمة، وراح تشوفها هلا. إذا مع العقورة والدبكة. Yeah.
نادي وسليم قدموا سيف وترس. ليش نادي العقورة بعد ما قدموا سيف وترس مع العلم انه العقورة فيها قبضيات وهي جرد؟ عندنا سيف وترس، ما معنا فرمان سلطاني فيه، قلنا لك السيف صار لنا نبدله برقصة شرعية لنوال ابي يونس. اذا مع نوال ابي يونس ورقصة شرعية. بعدنا بالعقورة تنتسمع سوا على جوزيف قرقميز ودعيبيس أبي يونس بشروقي. Oh!
تنعود نصفا يا وطن، تنعود نصفا يا دهر وتنجلي لعلوم. بفيتني جناحك من الغدرات تخبينا، بيكفي عذاب ومشع او تفرقه واختوم، وجروح تنزف دما ودموعنا مينا. خشبته مصلوه، الرصاص وشظايا ودماء شبعت أراضينا. خفف بعا، خفف علمنا بعا عن وطن من كوم، ظلم ومعاسي كفى نور ليالي. اعطيتك بايدي كتاب، بحجي نسيتي دروسك فيه من قولي، صاروا خدودك وقت ما شافك البواب، شلحات تلج بدم الطير مشبوه. رحتي معي والخوف والسرسايا، وكانوا بعيونك عظلم البي يحكولي، ما كنت عارف أنا مريولك بالأجياب، لو ما تكوني بهاك الزنار مشغول. وصلتي بوجهك زيادي أحمر العناية، وضاعوا دبابيس الشعر من كل جدولي، أمك تروح وتجي وتسأل عن الأسباب، ما بتعرفي بالكسب وشو ممكن تقول. رفاقك يندهولك والنور عنك غاب، واسمع تقولي على الهاتف ومشغولي، دخلك تطلع معك بالبيت جنب الباب، ان كانوا وقع عندك زنار مريوم. نختم مع نادي العقورة بنادي النوادي بدبكي على المجوز، وتصبحوا على ألف خير.
ليه